صباح الخير عليكم، صباح جديد في يوم جديد، صباح الأمل والتفاؤل والحياة وصباح البلد. حنتكلم عن موضوع مهم شديد الليلة. باختصار شديد حنتكلم عن صفة ونحاول كيف نقدر نتخلص منها. في دول كثيرة وشعوب لما تخلصت من الصفة اللي حنتكلم عنها كمان شوية قدرت تنهض وتكون في القمة، ودول تانية بعد ما كانت في القمة بقت في أسوأ مكان ممكن يكون موجود، لأنه الشعب بتاعه أصبح بيمتلك الصفة دي. الصفة دي باختصار شديد هي آفة العصر، السم اللي بقى بيتغلغل جوا كل واحد فينا بدون وعي مننا له. فجأة لقينا روحنا كأنما قاعدين وعايشين في عدوى، العدوى دي قدرت تأثر علينا بشكل كبير، فبالتالي خلتنا نحن نكون ما قادرين نحقق أحلامنا، خلتنا نحن نخلي غيرنا ما يقدر يحقق أحلامه، خلت مؤسسات كثيرة تسقط بعد ما كان عندها الإمكانية إنه تنجح. الصفة اللي حنتكلم عنها هي صفة الاتكالية. عارف يعني شنو إنك تكون شخص اتكالي؟ شخص معتمد دائما على الآخرين. باختصار شديد انت هنا معناها شخص بتحكم على نفسك بالموت المؤقت. يعني شنو الموت المؤقت؟ يعني انت عايش بناء على افعال الاخرين لك، واللحظة اللي حتفقد فيها الاخرين ديل او افعالهم لك هي اللحظة اللي حتحس فيها بفراغ كبير ما بينك وبين نفسك، هي اللحظة اللي حتاخد فيها اكبر كف وصفعة في حياتك. ليه؟ لأنه حتنتبه يا دوب إنه كان في حاجات كتير مفروض تكون مسؤول عنها وإنت ما قدرت تكون مسؤول عنها. شنو الحاجات اللي خلتنا نقع في الاتكالية دي وخلت مجتمعنا يكون عايش بالصفة دي وخلتنا ما نقدر نحقق أهدافنا؟ وكيف أنا أقدر أتخلص من صفة الاتكالية؟ أول سبب خلاك دائما متكل على الآخرين هي فكرة إنه أنت شايف إنك دون ما تستحق. ركز معي في الجملة دي، دون ما تستحق معناه أنت ما مستحق تشتغل، فبالتالي بتخلي غيرك يشتغل لك الشغل اللي أنت مفروض تشتغله. دون ما تستحق إنك تنجح، فبتخلي غيرك ينجح لك النجاحات اللي أنت مفروض تنجح بها. شعورك الدائم بالدونية، إنك دون ما تستحق، أول سبب بيخليك دائما واقع في العملية بتاعت الاتكالية. ليه؟ لأنه باختصار شديد بتكون صفتك أو ثقتك في نفسك مهزوزة أو صورتك عن نفسك مهزوزة. الحاجة الثانية اللي ممكن تكون موقعك في الفكرة بتاعت الاتكالية هي عدم استعجال النتائج المرجوة. يعني بتكون عايش بعقلية اللا مبالاة، ما فارق معاك تنجح 200، ما فارق معاك تتطور وتوصل لحاجاتك 200، ما فارق معاك أي شيء، اللي هو بتكون عايش بعقلية إنه كله رايح، يلا نجحت ولا ما نجحت ما أنا عايش في النهاية، وصلت اللي أنا دايره ولا ما وصلت اللي أنا دايره فأنا عايش في النهاية، اللي هي مرحلة ما قبل الكآبة أو ما قبل الاكتئاب أو ما قبل الشعور بالإحباط. طيب كيف أنا أقدر أتخلص من العملية دي أو من شعور الاتكالية؟ أول حاجة فك التطابق. يعني شنو فك التطابق؟ يعني اللحظة اللي أنت بتسمع فيها كلامي ده أنت شخص مختلف تماماً عن الشخص اللي كان مبارح أو كان قبل ساعة من الآن. عايل لنفسك بطريقة مختلفة، شوف نفسك بطريقة مختلفة، خل حس إنك أنت مسؤول عن الحاجات اللي أنت عاوز تعملها. خلي عندك صفة اسمها صفة المتحرك، خليك دائما ساعي ومتحرك، ما تقيف مكانك أو تعمل شيء. عشان صفة المتحرك دي تشتغل عندك محتاج تكتسب صفة تانية اسمها صفة الفضول. أسأل الناس، أسأل أنت فشلت ليه، أسأل أنت كيف ممكن تنجح. ويا جماعة الشخص الاتكالي للأسف بيكون عنده عادة بيتعود عليها وبيعملها للناس، اللي هي دائما بيتعامل مع أخطائه بمبدأ التبرير. ما عملت الحاجة دي ليه؟ والله كنت تعبان، والله في زحمة في الشارع، الستوب كان قافل، العربية باظت. فتلقى دائما في حالة بتاعت شنو؟ فتلقى دائما في حالة بتاعت انه بيبرر افعاله وبيلقط شماعة على الاخرين، مع انه الشخص اللي غير اتكالي بيتعامل مع اخطائه بمبدأ اسمه مبدأ التحسين. انه طيب انا غلطت، ممكن اعمل شنو عشان اكون افضل،
ممكن أعمل شنو عشان أكون صح؟ فبتلقوا دائما عنده صفة الفضول، بيسأل دائما. السؤال الدائم ده أول حاجة في طريق صفة المتحرك. فحتكون متحرك، أنت متحرك معناته ما متكل، معناته قدرت تتخلص من الاتكالية. الآن وإنت بتسمع فيني، فك التطابق بينك وبين نفسك، أنت الآن شخص جديد، اعتمد على نفسك ولا تعتمد على الآخرين. الحياة الثانية، خد مثل أعلى وقدوة للي أنت بتعمل فيه، لأنه المثل الأعلى اللي أنت حتخليه في حياتك حيكون بالنسبة لك أكبر محفز. على صعيد المثال، إذا أنت عاوز تكون لاعب كورة أو عاوز تكون فنان، أو أنت كسيدة عاوز تكوني مثلا إعلامية أو ممثلة أو أي حاجة تانية، لازم يكون عندك قدوة أو مثل أعلى. كل ما أنت تشوف صورته تحس بالغبطة. يعني شنو الغبطة؟ يعني أنا نفسي أكون زيه، أنا نفسي أشتغل على 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 روحي عشان أوصل للمرحلة بتاعت الزول ده. فحاول دائما خلي عندك مثل أعلى وقدوة لحاجاتك. الحاجة الثالثة، حاول كل يوم بمر عليك في حياتك أسأل نفسك شنو الحاجات اللي أنت أنجزتها. سؤالك أنت أنجزت شنو هو أعظم سؤال أنت حتسأله لنفسك. ما تخلي اليوم يعدي عليك مجرد يوم والسلام. آخر حاجة عاوز أقول لك، استخدم قاعدة اسمها قاعدة 5 دقائق. القاعدة دي بسيطة وصغيرة جدا، لو أنت عملتها في حياتك هتحس أنه في معنى من وجودك في الحياة. اللي هي شنو؟ لو اليوم فيه 24 ساعة، خلي عندك 5 دقائق في اليوم لمساعدة المجتمع أو مساعدة الآخرين. يعني لو أنت ماشي في الشارع ولقيت زول واقع، ممكن ترفع الزول الواقع ده في 5 دقائق، أمشي وأرفعه. هنا حتحس أنه في معنى من وجودك في الحياة. فالمعنى من وجودك في الحياة حيخليك تتخلص تماما من صفة الاتكالية. حاول من الآن ومن اليوم استخدم قاعدة 5 دقائق، لأنه حتفرق في حياتك بشكل كبير وتديك قيمة عالية. أتمنى أنه يجي علينا يوم نشوف السودان بخير، ونشوف روحنا اتخلصنا تماما من صفة الاتكالية وقدرنا نوصل لكل شيء نحن بنتمناه. كمان عشان تتخلص من الاتكالية، حاول أصنع هدفك الخاص. يعني خليك من فكرة أنه أنا شغال للآخرين، أنا تعبان عشان الآخرين يسمو. لا، هنا معليش وأسمح لي في الكلمة، خليك أناني في أهدافك. يعني لازم يكون عندك هدفك الخاص. أنت شغال لنفسك، أنت شغال عشان توصل للي أنت عاوزه، أنت شغال عشان عندك مليون حلم وهدف أنت عاوز توصل له في يوم من الأيام. فخليت من فكرة أنه أنا شغال للآخرين، أصنع هدفك الخاص. هدفك الخاص شنو في الحياة وفي نظرتك لنفسك؟ شاكر وممتن جدا لكم. أتمنى نتلاقى في حلقات تانية ونكون فيها كشعب سوداني اتخلص من صفة الاتكالية وقدرنا نوصل لكل شيء بنتمناه.